بس الآب والإب والروح القدس إله واحد آمين. أحبائي أهلا بيكم، هنكمل النهاردة بنعمة ربنا تأملاتنا في المزامير، وهنتكلم عن مزمور 18 في صلاة باكر. هو مزمور سبحوا الرب أيها الفتيان، وده مزمور رقم 112. هو مزمور اليتيمة اللي مش معروف كاتبها، لكن من المزامير الليتروجية اللي كان بيتصلى في العهد القديم في عيد الفصح قبل أكل الفصح، والكنيسة بتصلي المزمور ده في صلاة باكر علشان نبتدي اليوم بالتهليل والتسبيح لربنا، وكمان في صلاة الساعة 9 علشان نمجد ربنا اللي بإتضاعه رفعنا من بؤس الخطية لما فدانا على الصليب. المزمور ده من أشهر المزامير في اليهودية والمسيحية، هو عبارة عن تسبحة تهليل وشكر رائعة جدا لربنا الكل الحب والكل الجلال اللي عظمته ما تتقارنش بأي عظمة، وهو بينظر للبائسين والمتواضعين والمنصحكين. والمزمور ده يا حبايبي فيه شبه كبير بينه وبين تسبيحة حنة أم صموئيل النبي اللي كانت مرة النفس، وتسبيحة ستنا العذراء مريم اللي كانت متهللة بتجسد الكلمة ابن الله الحي. وده بيكشف لنا عن التناغم اللي بين العهدين، وان الرب يسوع المسيح له كل المجد، هو محور ومركز العهدين. فبيبدا مزموره بدعوه لجميع الامم انهم يسبحوا ربنا، فبيقول سبحوا الرب ايها الفتيان، سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الابد، من شارق الشمس الى مغربها باركوا اسم الرب. فمن مشارق الشمس لمغربها معناها من اول اليوم لاخره، يعني كل وقت، وكمان معناها كل مكان، من المشارق اللي بترمز لليهود اللي كانوا شعب الله، للمغارب اللي بترمز الامم اللي قبلوا الخلاص بسيد المسيح. وهنا نبوة عن كنيسة العهد الجديد اللي فيها الارض كلها هي شعب الله. نيجي بقى الجزء الباقي من المزمور، بيتأمل في عظمة ربنا ومجده واتضاعه العظيم اللي بيخليه يبص للمتواضعين والمنصحكين ويرفعهم. فبيقول المرتل الرب عالي على كل الأمم، فوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يقع على العاقر ساكنة في بيت أم أولاد. هللويا. بيتجسد الرب يسوع المسيح وحلوله على الأرض، رفعنا من البؤس والمزلة اللي كنا عايشين فيها. فالذي القديس جيروم بيقول لم يولد في وسط الذهب والثروات، وإنما في مزبلة في بيزود، لأنه حيث يوجد مزود توجد أيضا مزبلة، توجد خطايانا الدنسة مثلما في مزبلة، لقد ولد في مزبلة لكي يرفع القادمين منها، الرافع البائس من المزبلة. لما تصلي المزمور ده اتأمل في عظمة ربنا، فربنا عظيم جدا، هو اللي هيقومك من بؤس الخطية لو كنت مغلوب منها، هو اللي هيرفعك من المزبلة المكان اللي انت قاعد فيه مع الشياطين والأشرار، علشان يخليك تكون واحد من القديسين رؤساء شعب، هو اللي هيبلاك بالفضائل الحلوة بعد ما كانت حياتك ما فيهاش ولا فضيلة. ربنا يا حبيبي يكون معاكم، يحافظ عليكم ويفرح لكم. أشوفكم الحلقة الجاية.